السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة معلمي في اللغة العربية، مرحبا بكم. درسنا لهذا اليوم سيكون الإجابة على أسئلة النص الوظيفي عائشة الطبيبة. أكمل ملء الشبكة بمفردات مناسبة لمجال الصحة. الصحة، مستشفى، مرض، دواء، علاج، طبيبة، إسعاف، مستعجلات. السؤال الثاني، أجمع الكلمات الآتية: يوم، جمعها أيام، صديقة، جمعها صديقات. أفهم. السؤال الأول، ما الذي أثار انتباه عائشة؟ أثار انتباه عائشة دميتها الشاحبة. كيف فحصت عائشة دميتها؟ فحصت عائشة دميتها أن وضعت السماعة في أذنها وأخذت تجس نبضها وتقيس حرارتها. السؤال الثالث، بماذا نصحت عائشة دميتها؟ نصحت عائشة دميتها بأن تتناول الدواء بانتظام. أفكر، بما يقاس نبض القلب؟ نبض القلب يقاس بجهاز قياس دقات القلب. وبما تقاس درجة الحرارة؟ تقاس درجة الحرارة بالمحرار. أنجز، أرتب الجمل الآتية لبناء فقرة. الجملة الأولى، أصبت برمد في عيني فقصدت الطبيب فحصني ووصف لي دواء كان سببا في شفائي.